في هذه اللحظات هي الحفلة الكريمة، تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان اللقاء من مسافة 3 كيلومترات في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة اللقايا. الشوط الأول الرئيسي للبكار انتزعته عدي أمجاد للسيد عبد الله بن حمد بميليا، وانتزعت الكاس المقدم لشوط اللقاي البكار. هناك كاس مقدم لشوط اللقاي القعدان، هذا الشوط الذي انطلق الذي تشاهدونه على شاشة التلفزيون، كاس مقدم لهذا الشوط اللي في أول المراكز. زي الحفل الكريم، هذا هو عزام للسيد موسى حسن موسى في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا مصيحان للسيد محمد بن غانم أبو سعيد الخيارين مع مصيحان في ثاني المراكز. ثالث المراكز هي الحفل الكريم، هذا سقى للسيد فيصل بن عبد الهادي الشهواني، ورغم الظروف هذه يتمنى له السلامة اللي في ثالث المراكز، أما اللي في الرابع المراكز اللي واصل هذا كفو سيد فرحان بن محمد اليامي مع كفو في رابع المراكز. خامس المراكز هذا شاب للسيد عبد الله بن حمد بن ميليا المري، هذا مالك أمجاد التي انتزعت الكاس في الشوط الأول الرئيسي. اللي في أول المراكز زي الحفل الكريم، هذا عزام للسيد موسى حسن موسى في هذه اللحظات في أول المراكز، عدو عزام وعازم على انتزاع المركز الأول وانتزاع الكاس، هذا عزام للسيد موسى حسن موسى. أما اللي في ثاني المراكز أيها الحفل الكريم، هذا مصيحان للسيد محمد بن غانم البوسعيد الخيارين في هذه اللحظات كما تشاهدون. أيها الحفل الكريم في ثاني المراكز، ثالث المراكز حتى هذه اللحظات، هذا سوغال للسيد فيصل بن هادي الشهواني، رابع المراكز اللي واصل هذا كفو للسيد فرحان بن محمد اليامي مع كفو في هذه اللحظات رابع المراكز. خامس المراكز اللي واصل هذا شاب للسيد عبد الله بن حمد بن ملهيه المري، نروح مع عزام اللي عازم على انتزاع المركز الاول وانتزاع الكاس والناموس في هذا الشوط، الشوط الاول الرئيسي للسيد موسى حسن موسى في هذه اللحظات. هذا هو الشوط الاول الرئيسي يا موسى، ما بياتي بالساهل، هذا هو الشوط الاول الرئيسي، والوصول الى القمه سهل ولكن صعب المحافظه عليها، حافظ على القمه وانت محافظ حتى هذه اللحظات مع عزام اللي عازم على انتزاع المركز الاول والناموس، ولكن واصلك واصل في هذه اللحظات. مصيحان للسيد محمد بن غانم البو سعيد الخيارين في ثاني المراكز، وصلها للطلائب، وصل في هذه اللحظات اللي في ثاني اللي ثالث المراكز كفو للسيد فرحان بن محمد اليامي، رابع المراكز هذا شاب للسيد عبد الله بن حمد بن ملهية في هذه اللحظات في رابع المراكز. خامس المراكز حتى هذه اللحظات سوغان ومواصل سوغان رغم الظروف، هذا سوغان للسيد فيصل بن هادي الشهواني، ولكن يتسلل الشهاب في هذه اللحظات، تسلل وانتزع المركز الاول، هذا هو شاب ويدعو المكية شاب للسيد عبد الله بن حمد بن ملهية المري، يبي ينتزع الكاسين بن ملهية، انتزع الكاس في الشوط الاول الرئيسي مع امجاد، وفي هذه اللحظات هذا هو شاب يبي ينتزع الكاس، اما اللي في ثاني المراكز هذا هو كفو للسيد فرحان بن محمد اليامي، اما اللي في ثالث المراكز هذا هو سوغان للسيد فيصل بن هادي الشهواني في هذه اللحظات في ثالث المراكز، ولكن اللي في اول المراكز هذا شاب ويتعود مكيه شاب للسيد عبد الله بن حمد بن ميليا في اول المراكز، وسيطرة سيطرة تامة شاب وانتزع المركز الاول كما انتزعته امجاد، اما اللي في ثاني المراكز هذا كفو للسيد فرحان بن محمد اليامي، ثالث المراكز هذا صغان للسيد فيصل بن هادي الشهواني، ولكن شهاب حتى هذه اللحظات في اول المراكز ومسيطر شهاب على انتزاع المركز الاول والكاس والناموس، اما اللي في ثاني المراكز هذا كفو للسيد فرحان بن محمد اليامي في ثاني المراكز، ولكن شهاب انتزع المركز الاول وانتزع الكاس كما انتزعته امجاد. هذا شهاب يا الحفل الكريم في اول المراكز وكما تشاهدونه يرقص وحيدا خارج السرب، هذا شهاب للسيد عبد الله بن حمد بن ميليا، نقول تهانينا والناموس على انتزاع المركز الاول والشوط الاول الرئيسي لفئه القعدان، وكما انتزع الكاس المقدم من دائم هذا السباق، نقول تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن حمد بن ملهية. اما في ثاني المراكز هذا كفو للسيد فرحان بن محمد اليامي، ثالث المراكز اللي وصل عدو هواش للسيد عبد الله بن علي المري، نقول تهانينا والناموس التوقيت الزمني لهذا الشوط.
4 دقائق 48 ثانية و17 جزء من ثانية. تهانينا والناموس لسيد عبد الله بن حمد بن ملهيا.